بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيش في عصر يسود فيه الاكتئاب، ويسود فيه جميع المشاكل البسيكولوجية، على رأسها الستريس، لا ديبريم، لانغواس، لا ديبريسيون، مما دفعت الكثير من الناس إلى الانتحار. فقد سجلت المنظمة العالمية للصحة ما لا يقل على 800 ألف انتحار في سنة واحدة، ومنها 10,000 كلهم نتيجة الاكتئاب والهموم واليأس. وقامت جامعات ومؤسسات كثيرة بدراسة الطريقة التي يمكن أن يسلك من الإنسان حتى يحقق السعادة ويبتعد عن الاكتئاب وعن الهموم. وجدوا طرق مادية فقط، ولكن لم يلتجئوا إلى الطريق الدينية، وهي الطريق الأساسية، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا في كتابه العزيز ويبين لنا الطرق التي يمكن لنا أن نسلكها حتى نكتسب هذا الاطمئنان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حثنا على ذكر الله، وقد أعطانا وصفات عديدة مواجهة هذه الأمور عبر الأحاديث. جميع المؤسسات التي قامت بدراسة السعادة وكيفية الوصول إلى هذه السعادة وصلت إلى نتيجة مهمة، وهي أن من أسباب السعادة هو الاعتراف بالنعم، مما يسمى بلا غراتيتود ان فرونسي. والخطأ الذي يرتكبه الكثير من الناس هو أنهم يعتقدون أن الاعتراف لا يكون إلا بالنعم الفائضة، بالنعم الكبيرة، رغم على أنه علينا أن نعترف بأبسط المسائل في النعم، منها نعم العافية. حتى الكلام الذي أتكلم، المشي، الوقوف، الطلوع، الهبوط، الهضرة، العين، الودن، هذه كلها نعم ما تنديوهاش فيها. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله سبحانه وتعالى بغانا ننتبه لهذه النعم وتيبلينا بمشاكل وبهموم حتى نعود إلى الطريق ونراجع خريطة الطريق ونبحث عن الله. فإذا بحثنا عن الله سبحانه وتعالى عرفناه، وعرفنا هدفنا من هذه الدنيا، ولنا الجزاء في الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.